السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الوطن العربي كله والعالم وخصوصا كندا. انا معايا اسطورة كندا واسطورة مصر، واللي هسأله سؤال هيجنن المصريين كلهم: انت ليه ما دخلتش اولمبيا السنة دي وانت كواليفايد؟ هيكون معانا البطل اللي مشرفنا كابتن محمود الدرة. ازيك يا كابتن؟ حبيبي هاني، ازيك؟ كله كويس. انا عايزك ترد على السؤال القاتل ده وبعد كده هنبتدي نرجع لورا شويتين. طيب، اولا انا لما خدت تاني كذا مره اتاهلت بالبوينتس، في نوع من زي ما تقول ايه، ايجو او كرامه، ان انا مش عايز اخش الاولمبيا بنقط، لان اول سنه زي ما تقول ايه، بيقولوا بالانجليزي I set the bar، يعني انا كده خلاص المينيمم ستاندرد بتاعي ان انا اخش بطوله كسبان بطوله تانية، اخش الاولمبيا كسبان بطوله تانية. طيب لو انا الاولمبيا السنه اللي فاتت كاسب بطوله محترفه وداخل عمل مركز 15 ولا 16، والسنه دي اتاهلت بس بوينتس، يبقى نو واي هبقى في التوب 10. ليه اخش يعني احط نفسي في موقف زي ده تاني، ان انا اي دونت دو ويل، وبعدين طبعا هضيع وقت كتير لان هبقى بعد الاولمبيا تعبان، فهبقى عايز اريح، فبعدين السيزن بتاعي السنه الجايه هيتاثر، هيبتدي متاخر. فانا ريحت بعد دالاس برو، وبعدين مركز تاني ورا هيدتادا يا ماجيشي، حاجه كبيره طبعا. يعني انا الراجل ده كنت بتفرج عليه اصلا من بطوله الجامعات، يعني انت فاهم، وهزيته، يعني هو مش كسبني ايزي يعني. فقلت استخدم الفرصه ان انا اريح بدري، اخد الصيف اقضيها مع عيالي وبتاع ومراتي وكل الكلام ده، وبعدين ابتدي السيزن بتاعي شهر 9. فبدل ما ابتدي السيزن بتاعي شهر 1 كسبان 4 شهور، فيبقى كده عندي 8 شهور اجهز النيور بروتين. طيب تعالى بقى نرجع شويتين. اللقاء اللي احنا عملناه انا وانت كان مدى صداع عليك ايه؟ في ناس وضحت لها بعض الامور، ولا في ناس شافت ان الدره زي ما هم شايفينه ستيل، ولا غيرت بعض الامور عند الناس؟ والله بص يا هاني، يعني من الستاتستكس بتاعت اليوتيوب، المحبين لل زي ما بيقولوا الهيترز او اي حاجه، 92% ل 8%. فحتى انت بتشوف في اليوتيوب الثامز داون والثامز اب بيبقى دايما 92%، فهي ما اتغيرتش. في الاول وفي الاخر، وده اكتر حاجه بيفرق معايا، ان لو انت ما بتحبنيش هتتفرج عليا برضو، فانا ده بالنسبه لي مهم. مش مهم، انا مش في اللعبه دي عشان اتحب، انا مش الحته دي مش فارقه معايا. انا بالنسبه لي الموضوع بيزنس، وان انا عندي رساله بحاول اوصلها بالذات للوطن العربي، ان المدرسة القديمة بتاعت ان انت لازم تتبع اسلوب حياة معينة دي تتنسي خالص. الاسلوب الجديد حاجة انت بتحبها، دايف او اختص فيها لغاية الاخر وعيش الحياة اللي انت عايز تعيشها. الناس بقى تحبني ما بتحبنيش، انا مش هنا عشان اتحب، في الاول وفي الاخر انا اوصل رسالتي والناس كلها بتتفرج. كلمنا بقى على وجودك النهارده جوه اكسبو مستر اولمبيا 2019، وخصيصا بوث كيو سكواد. ايه الهدف؟ انت جيت ليه؟ جاي بتعمل ايه؟ ما عنديش اي فكره. انا ممكن اسالك السؤال ده، انا جاي ليه؟ انت جاي عشان انت قلت معايا في الحلقه ان كان عندك حاجات في الجينات وانت تغلبت عليها. الهاشتاج بتاع جينات مصرية كيو سكواد كله هو الجينات المصرية، والجينات المصرية جلوبال، ان هم بقوا في العالم كله دلوقتي وبيعملوا مراكز وليهم اسامي كبيرة. فاعتقد ان درة واحد من الجينات اللي هو قال انها كانت جيناته مستعصية لغاية لما حلها، فعنده النو هاو بتاع ده. فاعتقد ان المصريين من حقهم ان هم يفتخروا انه عندهم درة، عندهم بيج رامي، فلازم تبقى موجود في البوث. انت بقى من وجهه نظرك، البوث ده هل هيضيف للدره ان هو بقى موجود وبيقول ان انا مصري، ولا ممكن ياثر عليه سلبا؟
لا من ناحية مفيش أي حاجة سلبية، ده بوتوم لاين مبدئيا. أنا بالنسبة لي طبع شخصيتي لو أنا حاسس أن أنا ما أقدرش أضيف حاجة لشركة أو لأورجنايزيشن يبقى أنا مش عاوز أبقى معاها، أنت فاهم؟ فأنا جاي عشان أشوف هل أنا هقدر أضيف حاجة على الكي أو سكواد ولا لأ. أول سؤال بسأله لأي حاجة، أنا ممكن أضيف إيه على الحاجة دي، مش هي الحاجة دي ممكن تديني أنا إيه. لأن إيزلي ممكن أقول كي أو سكواد أنا مصري 212 نازل الأولمبيا، هنزل السنة الجاية إن شاء الله، يلا أنا عايز سبونسرشيب. موضوع معايا ما بحبوش كده. لو أنا مش هعرف أضيف حاجة لكي أو سكواد يبقى I will not be part of it. لو لقيت نفسي إن أنا عندي value على كي أو سكواد ساعتها هقدر أتكلم أو نشوف ممكن نعمل إيه مع بعض. فزي بالظبط لما رحت الريد كون أنا كنت متأكد أنا ممكن أضيف لهم حاجة ما عندهمش، اللي هو الميدل إيسترن فانز، المعجبين في الشرق الأوسط. عمري ما كنت اروح وليه كمان رحت بالذات لريدكون 1، لان كمان بيعملوا شيبينج وورلد وايد، يعني بيبعتوا منتجاتهم لكل انحاء العالم. عمري ما اروح لشركه ما عندهاش شيبينج عالمي، ليه؟ انا مش هعرف اضيف حاجه ليهم، فمش هروح وخلي انا شكلي وحش واقول لهم انا اعرف اعمل لكم كذا واعمل لكم كذا واعمل لكم كذا وفي الاخر ما اعملش. دي اكتر صفه ممكن تكون انا ما بحبهاش في حد، لما يعمل اندر ديليفرينج. يعني بالعربي يعني اللي هو بتوصل عن طريق الاخرين، يعني لا يعني مثلا تيجي تقول هتعمل وما تعملش. دي اكتر حاجه ممكن، ده اكتر طبع ممكن ما احبوش في اي شخص، يقعد يبيع لك وفي الاخر مفيش اي نتيجه. فلو انا شايف ان انا هعرف اعمل حاجه زياده لكي أو سكواد ساعتها ممكن ابقى بارت اوف ذا تيم، بس لو انا مش ما عنديش اي فاليو لكي أو سكواد يبقى لا. طيب وجودك بقى في البوس وانت شايف الـ 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 الشكل المختلف، احنا ما عندناش برودكت، يعني كي أو سكواد ما عندهاش برودكت بتقدم، ما عندهمش سبلمنتس، ما عندهمش ملابس رياضيه، ما عندهمش، هم بيقدموا الجينات المصريه وبيقول ان هم عندهم تيم. خطوه زي دي للمصريين ان هم يبقوا موجودين في اكبر حدث في العالم اللي هو مستر اولمبيا، ان هم يبقوا موجودين ومشاركين وعلى اساس ان هم مستثمرين مش متفرجين، خطوه زي دي بالنسبه لك انت شايفها ازاي؟ لا شايفها، يعني بص الناس هتمشي من هنا هتتكلم على البوث ده، هتقول شفت البوث المصريين كان حلو، فاهم؟ حتى اللي هم البنات الايجيبشنز والراجل اللي واقف قدام حاجه، يعني الناس هتتكلم عليها. الخطوه اللي جايه بقى هي بقى الموست اهم خطوه. أيوه. انت دلوقتي لفت وجهه نظر الناس، عاوز تقول لهم ايه؟ هتعمل ايه؟ بس فاتس يعني حاجه ايجابيه جدا. فطبعا كله يعتمد على الخطوه اللي جايه، وانا ما اعرفش الخطوات اللي جايه ايه، يعني انا مش انسايد قوي ان انا اعرف او بس انت داعم وعندك سبورت جامد جدا لكي أو سكواد على ان هم تيم مصري طالع بيحاول يحقق انجازات، انت عندك سبورت ليهم ايا كان نوع السبورت، انت هتبقى داعم ليهم. لو كنت بارت اوف ذا تيم، يعني انا النهارده معتبر نفسي فيزيتور وطبعا بس هو في حد ذاته ده دعم ان انت تبقى موجود هنا. انا دعم لان مستر اسلام اسلوبه على التليفون كان صعب قوي ان انا اقول لا، وانا قلت الفادي لا في الاول، قلت له بص انا في اوف سيزن دلوقتي واخيرا بدات الرجيم بتاعي، وطبعا انا ما اقدرش اجيب المكملات بتاعتي معايا امريكا، والحمد لله ما جبتش حاجه لان فتشوني من فوق لتحت، هو يشوف واحد بص مصري تعالى معانا ورا، فدي هتاثر عليا طريقه سلبيه في البريب بتاعي، وقلت الفادي انا ما اقدرش اجي. بس لما مستر اسلام كلمني على التليفون احترامه صعب قوي ان انا اقول لا، فقلت اجي كفيزيتر، وطبعا ان انا ادعم مستر اسلام والفريق بتاعه وادعمنا احنا كمصريين واللعيبه اللي داخله، وحتى الشباب اللي دخلوا 21 سنه بتوع مانس فيزيك، بالظبط. ف
وانا بقالي كتير ما احتكتش مع مصريين يعني، انا عايش في البلد فاهم، في القطب الشمالي ما فيش الكلام ده. فبرضو احساس حلو ان انا اتكلم اللغه بتاعتي تاني، و يعني زي ما تقول ايه، ارجع لمصر 4 ايام كده هنا فاهم. طيب لو هتبص للكاميرا بقى وتقول للمصريين عن طموح دره في 2019 و2020، وهو من وجهه نظره شايف نفسه هيقدر يعمل حاجه في 212 في 2020، ولا كان تفكيره، وده سؤال من عندي انا بصراحه، ولا كان تفكيره خاطئ في 2019 ان هو ما عملش بارتيسيبيتنج ان هو ممكن يخش وكان يعمل مركز؟ لا 100% انا خدت قرار الصح، 1000000% خدت قرار الصح ان انا ما دخلتش السنه دي. الموضوع مش يعني ايه ايجو بالعربي، كبرياء او اللي هو شايف نفسه يعني. الموضوع مش كده وخلاص، اللي هو كل ازيد في الاولمبيا وخلاص، لو انا مش هعرف اعمل مركز مش هخش. فالسنه دي اظن هتبقى انا اول سنه واخد اوف سيزن طويل، فساعتها هشوف فعلا قدراتي ايه، قدراتي مع سني مع خبرتي دلوقتي، فده كله هيتطبق السنه دي لغايه السنه الجايه، وساعتها هنشوف. وبعدين مفيش، انا بعمل كل اللي انا اقدر اعمله، وزي ما انا قلت لك مش شرط ان انا يعني، لما تشوف مثلا جينات بيج رامي وتشوفه على الحقيقه يعني واو، تعرف يعني تالنت، موهبه. انا ما عنديش الموهبه دي، ممكن تكون عندي طبعا بالنسبه لبني ادم الطبيعي، بس بالنسبه مثلا للعيبه اللي في الاولمبيا الموهبه دي مش عندي. فساعتها هترجع بقى لنفسيتي، هل انا هعرف اغلب الموهبه بالتعب ولا لا. وطبعا مين تاخدوا اكزامبل للموضوع ده؟ دوريان ييتس. اتغلب على صعوبات كتيره فعلا الراجل ده، بص، وهو كمان كان عايش في البرد، وطبعا وكان زمن الجينات فليكس ويلر، مين زيه؟ كيفن ليفرون، احلى ترايسبس في التاريخ اصلا، وكتاف شون ري لو دخل ال 212 يمسحها اريس فاهم. ما تقوليش داكستر جاكسون، ما تقوليش اي حد من الناس دي، لان شون ري بهدل داكستر جاكسون وهو كان صغير كمان. فدوريان كان في عهد الجينات، بس اسلوبه في التمرين والديديكيشن بتاعه دي ذات نفسها موهبه اصلا. فالسنه دي هعرف لو هل انا فعلا موهبتي بنفس الاسلوب ده الهارد ورك ولا لا. لو لا خلاص يبقى هركز في اليوتيوب والتريننج وكل الكلام ده، انا I'll do my best واللي يحصل يحصل. انا بشكرك على الكلام اللي من القلب ده، ومبسوط قوي ان انت يعني بجد ان انت معانا هنا في البوست. هاني بص بيجي يعمل معايا لقاء ماشي، بعدين زي ما تقول ايه يحبني من اول وجديد، عارف، يشوف مثلا يشوف الاكس بتاعته يحبها من اول وجديد، فول ما يشوفهاش فتره ينساها خالص، فاهم. بعدين يشوفني تاني انا اسف ان نسيتك، انا اسف، فاهم. لا هو انا ما اقدرش انسى الدره طبعا، احنا بنفتخر بيه بوجوده معانا، وبنفتخر ان هو مشرفنا في الوطن العربي، وقد ايه مبسوط. انا هقول لكم حاجه خلف الكواليس، انا امبارح، ممكن الناس اللي متابعاني على الانستجرام، انا كنت من امبارح بتكلم مع مؤسس شركه ريكون 1، وبقول له انا بشكرك على ان انت خدت دره معاك ودعمه. قال لي انا كنت متخوف في الاول من خطوه زي دي، بس وانس ان دره دخل معايا، شفت حجم المبيعات اللي عملها لي، وشفت الرواج اللي عمله لي بصراحه. درة قدم كتير لريكون 1، واحنا سعداء بالخطوة دي، وقال كلام في حلو في حقه وفي حق المصريين جامد قوي. فأنا عمري ما نسيك، دايما فاكرك، بس أنا زعلت منه شوية، كان حصل ما بيني وما بينه مكالمة تليفون، وقال لي أنا مش هشارك في أولمبيا، فدي بصراحة جننتني قوي. أنت أصلا على التليفون ما بتسمعش أصلا أنا بقولك عليه، عمال تزعق وعمال لك يا ابني افهم اللي أنا بقولك، أنت مش داخل ليه؟ أنت مش داخل ليه؟ ان ده اللي يدل على حبي للدره، وانا قد ايه ما عايزه يبقى بيتقدم في خطوات كتيره ويمثلنا في اولمبيا، وعايز اشوفه يبقى مثل وقدوه لشباب كتير، وفي نفس الوقت هو عنده ابن، والابن ده انا عايزه يفتخر بابوه ان هو عمل حاجات وهو لسه في سن صغير، قبل ما دره وقته وزمنه يعدي وملحقش يعمل الانجازات اللي يقدر يفتخر بيها.
لموضوع الشغف بتاعي، لموضوع السن، انا بحب اعتبر نفسي زي الخمرة بالظبط. كل ما بتقدم اسمع بس اسمع بس ليه لان كل ما الحاجة العنب كل ما بيتخمر كل ما سعره بيزيد وبيبقى الكواليتي بتاعه احسن. فانا مش خايف من موضوع السن ده، انا بحب لان بالذات كمان مشكلة ظهري، فانا غصب عليا لازم اخد الموضوع تاتا تاتا. وبيقول لك في مثل بيقول لك اكتر نار بتكون مشعولة هي اسرع نار بتطفي. فانا زي ما تقول ايه النار الهادية اللي بتستوي، سيبنا استوي بقى استوي. طيب خلاص انا ما بقتش عارف اسيطر عليه، الاول كنت بسيطر شويه دلوقتي خلاص فلت الموضوع. احنا بنشكركم شكرا جزيلا وبنقول لكم ان احنا موجودين جوه اكسبو مستر اولمبيا 2019. كان معانا الدره، وقد ايه بنفتخر ان الدره موجود معانا النهارده، مصري جينات مصريه. بنشكرك يا دره، شكرا جزيلا.